الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا نزل في حسابي أموال من الدولة ولست مستحقا لها فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجب على الإنسان إذا نزل عليه شيء من أموال الدولة وهو يرى أنه غير مستحق له، فالواجب عليه أن يتقي الله ويرد هذا المال إلى مصدره. فإذا أبى مصدره قبول هذا المال أو خيف عليه من الضياع، ففي هذه الحالة قد فتحت الدولة مشكورة حسابا لإبراء الذمم في البنوك في المملكة، فيذهب إلى أي بنك من هذه البنوك ويدخر هذا المال أو يضع هذا المال في حساب إبراء الذمة، وهذه الأموال ترجع إلى حصيلة الدولة، إلى خزينة الدولة، ولله الحمد والمنة، وبذلك تبرأ ذمته. فإن قال قائل: أولا يتصدق بها؟ فأقول إنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يتصدق بها، لأن الصدقة من فروع تملك المال أو الوصاية عليه، فهو غير مفوض في الصدقة، لا تفوض تمليك ولا تفوض وكالة، فحينئذ لا يجوز له أن يتصدق بشيء لا يملكه ولم يفوض له التصرف فيه، وإنما واجبه أن يرده إلى حساب إبراء الذمة، وبذلك تبرأ ذمته. جزى الله السائل خيرا على هذا السؤال الذي ينم عن إيمانه وتقواه، فإنه لو أخذه لما درى عنه أحد، لما علم به أحد، ولكنه يعلم أن ثمة يوما سيقف الناس فيه بين يدي الله عز وجل وسوف يحاسبهم، فخوفا من الله ومراقبة لله سأل هذا السؤال، ونحن دللناه على إدخالها في حساب إبراء الذمة وتبرأ ذمته عند الله إن شاء الله، والله أعلم.